مين راح يسدد؟ اولا مصطفى جلال لاعب نادي الخور وقائد نادي الخور هو من سيسدد ركلة الترجيح الاولى. يضع الكرة في الشباك، لا، حارس المرمى رودريغوز يتصدى لركلة الترجيح. ما حطيت مصطفى جلال من ضمن الاختيارات. قطرة في مواجهة حارس المرمى بابا جبريل، الاثنين طوال القامة، نجح طويل القامة الاول رودريغوز في التصدي. ادريانو من لاعبين الخبرة في مواجهة الحارس، يلعب، يا سلام يا ادريانو، يسدد الركلة الترجيحية الثانية. رودريغوز هل يتصدى؟ السلام، يا سلام يا سلام يا سلام، هدف مقابل لا شيء او هدف لهدف. تاتي الركله الترجيحيه الثانيه لمصلحه نادي الجيش عن طريق اللاعب البرازيلي اندرسون. يلعب كره، يا سلام يا سلام، صعب. عثمان محمد هو من سيسدد الركله الترجيحيه الثالثه الان لمصلحه نادي الاخريطيات. من الاسماء اللي رشحتها عدنان، ركلات الترجيح حارس المرمى رودريغوز، وفي اللقطة الماضية تصدى لكرة ايش الثالثة اما ان تسجل. هنا كرة في محاولة ملعوبة، يا سلام يا سلام يا سلام، يبدو بان الجيش استعد جيدا لركلات الترجيح ووضع بعين الاعتبار انه سيصل الى ركلات الترجيح، لذلك لاعبين خوليو سيزر. خوليو سيزر الركلة الرابعة، حتى لو ضاعت، لا والله لو ضاعت خلاص تحسم المباراة، لو ضاعت تحسم المباراة لمصلحة نادي الجيش. رودريغوز هل يكون نجم المباراة الأولى أم خواليو سيزار؟ يعيد الخور إلى أرضية الملعب، قل الفريق إلى المباراة القادمة. هنا هنا المحاولة من العماني، يلعبها في الجول، خلاص الجيش إلى الدور القادم، إلى الدور نصف النهائي. الجيش مواجهة الزعيم السداوي بفارق ركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل ركلتين، الأمور تحسم والجيش يصل بعد عناء طويل. شكرا للفريقين، حظ أوفر لنادي الخور، قدم أداء كبيرا، قدم مباراة ممتعة يستحق الخور كل التحية والتقدير والاحترام. أحمد حديد يضع الكرة في قلب المرمى ليعلن تأهل فريق للمرحلة القادمة إلى الدور القادم لمواجهة السد. إذن يوم الثلاثاء القادم الموعد يتجدد في مسابقة كأس أمير البلاد المفدى في الدور نصف النهائي، الجيش في مواجهة نادي السد.